هاي جايز، كيف حالكم؟ معلش مشغولة، كنت قاعدة أسوي إجراءات جدا مهمة، اللي هي إجراءات عرفتوا اللي هو إرضاء الناس. طبعا هذا إجراء جديد، قاعدة أرضي الناس، لأنه بسبب رضا الناس علي أنا اشتريت السيارة، وبسبب رضا الناس قاعدة أدفع فواتير الموية والكهرباء والواي فاي، وكمان عندهم ميزة جديدة اللي هو الجازوال وكذا، حتى المازوت من رضا الناس مو من الفلوس. الفلوس شنو عادي الفلوس؟ لا لا، الفلوس ما عاد عندها أهمية عاد. شنو فلوس؟ باقي تستخدمون الفلوس؟ لا، أنا ماشي على رضا الناس، مرة قاعدة أحاول أرضيهم وأنال رضاهم. الله يحفظهم. شوف مثل الحين مو قادر أتنفس، لين يرضوا، يا رب يرضوا عني، ارضوا عني لو سمحتوا، لو سمحتوا ارضوا عني. بس اي واحد فيكم يرضى عني بليز، لو سمحت ممكن ترضى عني؟ شوفوا كيف، الله الحمد لله رجع للتنفس. موية اذا بغيت اشتري موية. لا دقيقة، الحمد لله. هذه رضوا عني 6 اشخاص وجبتها، لو ما رضيوا عني ما كان جبتها. هاي بيبي.